مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير البريوش بالشوكولا. عنا كوبين طحين، كوب حليب فاتر، ملعقة طعام سكر، ملعقة طعام خميري، ملعقة طعام زبدة، ملعقة صغيرة ملح، وعنا زيت نباتي بدي دهن العجينة، وبيضة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط الخميرة والسكر، الملح، الحليب، كمان البيضة. بحركن منيح مع بعض. هلا بحط فوق الطحين، كمان الزبدة. بحركن مع بعض. راح احتاج بعد نص كوب طحين، اكيد حسب نوعية الطحين. بعجنهم بالايد. خلصنا العجن. هلا بدي اشيل العجينه، حطها بجاط، بحط شويه زيت بالجاط بهيدا الشكل. بشيل العجينه، بعملها بهيدا الشكل. بحطها بالجاط، كمان بدهن الوجه بزيت نباتي. هلا بغطيها وبتركها تخمر ساعة. بعد الساعة بس خمرت العجينة بهيدا الشكل، هلا بدنا نكفي الطريقة مع بعض. عندي شوكولا اكيد بدي احشي العجينة فيها. لنبلش. بسم الله. بسم الله. بعملها بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ بحشيها بهيدي الطريقة، بحط شوكولا، بلفها، بجيب قطعة البيتزا بعملها بهيدا الشكل،
كمان بلفها. شفتوا كيف؟ هلا بحطها على ورقة الزبدة. بعد ما حطيتهم على ورق الزبدة هلا بغطيهم كمان وبتركهم ساعة ليخمروا. بعد ما خمروا بهيدا الشكل بعد الساعة لنكفي الطريقة مع بعض. عنا بيضة بحط فوقها رشة فانيلا صغيرة. بحركها منيح. هلا مندهن الوجه بالبيض. ندهن الوجه بالبيض بهيدا الشكل. هلا بحطهم بالفرن حامي مسبقا على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هيدا البريوش اللي عملته أنا وياكم أخذ بالفرن حوالي 10 دقايق، تركتهم ليبردوا شوي. هلا منشوفهم مع بعض. واو عجينة بتعقد كتير مرتبة. هيدا البريوش بالشوكولا اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.